وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد 28 من شهر فبراير من كل عام اليوم الإماراتي للتعليم احتفاء بأهمية التعليم في دولة الإمارات ودوره المحوري في تنميتها وتقدمها وبناء أجيالها ومجتمعها والإسهام في نهضتها الحضارية. وقال صاحب السمو رئيس الدولة إنه تأكيداً لمكانة التعليم في رؤيتنا التنموية وعرفاناً وتقديراً لكل القائمين على المنظومة التعليمية نحتفي باليوم الإماراتي للتعليم، وهو اليوم الذي شهد فيه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه حكام الإمارات تخريج أول دفعة من المعلمين في جامعة الإمارات عام 1982. ويأتي تخصيص هذا اليوم ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وتعبيراً عن إيمان القيادة الحكيمة الراسخ بقيمة التعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال كونه المحرك الرئيس لعجلة تنميتها وتطورها، وربطة الإمارات بين التعليم ورؤيتها الشاملة لبناء اقتصاد معرفي مستدام، ودعمت محاور هذه الرؤية ب9,800,000,000 درهم مخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي بنسبة 15.5% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2023 و2026.